جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات العاريات، قرأت أن تفسير ذلك إبداء المرأة لبعض جسدها، ولبس المرأة للملابس الشفافة، ولبس المرأة للملابس الضيقة. فإذا كانت المرأة تلبس هذه الألبسة أمام النساء، فهل ينطبق عليها هذا الحديث؟ وكيف نوفق بين هذا الحديث وبين أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ جزاكم الله خيرا. قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يشمل ما ذكره السائل، يشمل المرأة التي تلبس القصير، والمرأة التي تلبس الشفاف الذي لا يستر ما وراءه، ويشمل المرأة التي تلبس الضيق. كل هؤلاء يشملهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوعيد، لأنهن يلبسن لباسا غير ساتر لهن. فهن كاسيات من حيث أنهن لبسن اللباس، وعاريات من حيث أن هذا اللباس لا يسترهن. وهذا إذا كان في حال خروج المرأة من بيتها، أو في حال كونها عند رجال ليسوا من محارمها، أو حتى من محارمها إذا ظهر شيء من فتنتها وزينتها مما يفتن الرجال، ولو كان ذلك عند محارمها فإنه لا يجوز، وإنما تظهر عند محارمها ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة. المقصود بالعادة عادة المسلمات الملتزمات، لا عادة المتساهلات، وإنما عادة المسلمات الملتزمات بحيث يكشفن عند محارمهن ما جرت العادة بكشفه وليس فيه فتنة. الحديث يشمل كل هؤلاء. والمرأة مع النساء لا شك أن حالتها أخف من حالتها مع الرجال، ولكن مع هذا يجب أن تكون قدوة صالحة، وأن تلبس الملابس المحتشمة حتى عند النساء لأجل أن يقتدين بها، ولا تفتح لهن باب التساهل أو تعلمهن لبس الملابس غير المحتشمة ويقتدين بها. نعم.